السلام عليكم ولادي وبناتي طلبة تالتة ثانوي، أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. معكم مستر أشرف راضي، معلم خبير مادة الجغرافيا والاقتصاد للثانوية العامة، وهكون معكم النهاردة إن شاء الله في مراجعة بعض الجزئيات المهمة جدا جدا في منهج الاقتصاد أو مادة الاقتصاد اللي امتحنا إن شاء الله هيبقى كمان كام يوم عليها. بص يا سيدي، احنا عندنا بمشيئة الرحمن في 6 موضوعات اساسية لازم تبقى عارفها وانت داخل امتحان الاقتصاد. عشان نخش ونقدر نتعامل مع امتحان الاقتصاد لازم تبقى عارف 6 موضوعات اساسية. مبدئيا امتحان الاقتصاد هو 25 سؤال اختياري، ما فيهوش اسئلة مقالية، كل سؤال بدرجة وفي النهاية بتجمع ال 25 درجة. يا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم ويكرمكم خلال امتحانات السنه دي، سواء كانت المواد التي لا تضاف للمجموع او المواد الاساسيه اللي ربنا يكرمكم فيها وتجيبوا مجموع كويس. طيب احنا هندرس ايه ان شاء الله، او ايه الموضوعات الاساسيه اللي موجوده عندنا في ماده الاقتصاد؟ احنا عندنا 6 مواضيع. الموضوع الاول اللي هنتكلم عنه في ماده الاقتصاد السنه دي هو الاقتصاد والمشكله الاقتصاديه. عايزين نعرف الاول يعني ايه كلمة اقتصاد، او ما المقصود بعلم الاقتصاد. مبدئيا علم الاقتصاد هو علم اجتماعي، علم اجتماعي بيبحث في كيفية الاستخدام الامثل للموارد المتاحة وللوصول الى اقصى اشباع ممكن. يعني بالبلدي كده ده علم وظيفته الاساسية ان هو يشوف ازاي الموارد اللي موجودة عندي في الدولة نستغلها الاستغلال الامثل، يعني افضل استغلال علشان خاطر نشبع احتياجات السكان اللي موجودين عندي عشان نوصل لحل جميع المشاكل الاقتصادية اللي موجودة عندي داخل الدولة. طب السؤال بقى، علم الاقتصاد ده هل لي مجالات او هل لي موضوعات؟ عندي 4 موضوعات اساسية لعلم الاقتصاد. الاربع موضوعات هما كالاتي. اول فرع عندي من فروع علم الاقتصاد اللي هو الاقتصاد الكلي او التجميعي. الاقتصاد الكلي او التجميعي ده يا اولاد ده بيبقى مسؤولية تامة عن دراسة المستويات العامة للنشاط الاقتصادي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيديني تصور عام عن الاوضاع الاقتصادية اللي موجودة في البلد. يعني يطلع السيد رئيس الوزراء يقول ان معدل النمو الاقتصادي في البلد زاد بنسبة كذا، هو ما دخليش في تفاصيل، هو اداني تصور عام. الفرع الثاني بيسموه الاقتصاد الجزئي او الوحدوي، وده مرتبط الى حد ما بسلوك الوحدات الاقتصادية سواء كان منتج او مستهلك. بمعنى ايه؟ ده مرتبط او ده بيتأثر الى حد ما بالاوضاع الاجتماعية للمنتج او المستهلك، وده مرتبط بحاجة اسمها قانون العرض والطلب. يعني انا كمستهلك ليه بشتري المنتج ده وليه ما بشتريش المنتج ده وفقا للامكانيات الاقتصادية بتاعتي. انا كصاحب مصنع او كصاحب مشروع ليه مركز على انتاج المنتج ده بالخامة دي بالجودة دي بالسعر ده؟ ده لان انا بخاطب شريحة معينة من المستهلكين. صاحب مصنع تاني بيركز على شريحة تانية اقل فبينتج منتج بمواصفات اقل. ده نوع من الاقتصاد بيسمى، اللي بيدرس الكلام ده نوع من الاقتصاد بيسمى الاقتصاد الجزئي او الوحدوي. النوع الثالث او الفرع الثالث هو اقتصاديات الرفاهية، وده بيدرس سلوك الوحدات الاقتصادية كمنتجين او مستهلكين في ضوء معايير الكفاءة الاقتصادية. بمعنى ايه؟ انا وفرت لك ايه من مستلزمات الانتاج، شكل المنتج اللي هتنتجه هيبقى شكله عامل ازاي، العائد او المردود عليك من بيع المنتج ده او من انتاج المنتج ده هيبقى شكله عامل ازاي. يبقى انا عندي كده في 3 موضوعات اساسيه لغايه دلوقتي، كلي وجزئي ورفاهية. وفي فرع رابع ده بيركز على المستقبل بيسموه اقتصاديات النمو والتنمية، وده بينظر للمستقبل وما نعد له من امكانيات. يبقى انا عندي 4 فروع اساسية لعلم الاقتصاد، واحد بيركز على الصورة العامة لعلم الاقتصاد او الوضع الاقتصادي، واحد بيركز على سلوك المنتجين والمستهلكين، واحد بيركز على سلوك المنتج والمستهلك في ضوء معايير الكفاءة، والرابع بيركز على المستقبل وما نعد له من امكانيات. طب السؤال بقى، احنا ليه بندرس علم الاقتصاد؟ أهمية دراسة علم الاقتصاد يا أولاد مرتبطة بأهمية الموضوع اللي هو بيدرسه. يعني علم الاقتصاد موضوعه الأساسي هو دراسة المشكلات الاقتصادية، والمشكلة الاقتصادية هي المشكلة الرئيسية أو مش بتحتل مركز الصدارة في كل دول العالم. كل دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية عندها مشاكل اقتصادية، فالمشكلة الاقتصادية المشكلة الأساسية، وبالتالي العلم اللي بيركز عليها أو العلم الاقتصاد اكتسب أهميته من أهمية المشكلة نفسها. طب المشكلة دي مين اللي بيحلها؟
المجتمع. طب مما يتكون المجتمع؟ من مجموعة من الأفراد والمؤسسات. طب مما تتكون المؤسسات؟ من مجموعة أفراد. يبقى معنى كده إن أفراد المجتمع سواء كانوا أفراد عاديين في المجتمع أو أفراد ذو سلطة ومسؤولين عن وضع خطط وبرامج وتنفيذها هم أفراد في المجتمع. يبقى المعرفة بأساسيات علم الاقتصاد هي أمر ضروري لكل مواطن داخل المجتمع. ليه؟ عشان يقدر يشارك في حل مشكلات مجتمعه، عشان يقدر يفهم مشكلات مجتمعه، عشان يقدر يبقى له دور في حل هذه المشكلات. يبقى أهمية علم الاقتصاد مرتبطة بأهمية الموضوع اللي هي المشكلة، وأهمية علم الاقتصاد مرتبطة بأنه أساسي للأفراد أو للسكان أو لأفراد المجتمع اللي هم هيبقوا مسؤولين عن حل المشاكل الاقتصادية اللي موجودة في هذا المجتمع. طيب يعني إيه بقى مشكلة اقتصادية؟ إمتى حضرتك يبقى عندك مشكلة اقتصادية؟ حضرتك بمنتهى البساطة يبقى عندك مشكلة اقتصادية لما تبقى محتاج حاجات كتير وحجم الموارد اللي موجودة معاك قليلة جدا. امتى انا يبقى عندي مشكلة اقتصادية؟ لما اكون محتاج اشتري حاجات كتيرة جدا او اوفر حاجات كتيرة والدخل بتاعي او العائد بتاعي او اللي في جيبي قليل جدا، ففي الحالة دي انا عندي مشكلة. زي بالظبط كده لما اكون حضرتك خارج، انت خارج مع اصحابك في جيبك مبلغ، المبلغ ده قد كده، خرجت مع اصحابك قدامك حاجة كتير جدا عايز تحققها، عايز تنفذها، عايز تعملها، والمبلغ اللي موجود في جيبك ما يكفيش، فانت كده عندك مشكلة. يبقى المشكلة الاقتصادية هي بمنتهى البساطة مشكلة اجتماعية تنتج عن ندرة الموارد بالنسبة للحاجات، يعني عندي احتياجات كتير والموارد بتاعتي قليلة. وده بيخليك تعمل ايه لما بتكون خارج وعندك مشكلة؟ انك بتبتدي تفكر ايه اللي اوفره بالفلوس اللي معايا وايه اللي استغنى عنه. طبق الكلام ده على الدولة، مما يدفع الدولة او مما يدفع الفرد لاختيار اشباع بعض الاهداف والتضحية باهداف اخرى. يبقى مشكلة اقتصادية ومشكلة اجتماعية تتلخص في تعدد الحاجات وندرة الموارد. طب يبقى انا لما اجي ادرس المشكلة الاقتصادية لازم ابقى عارف يعني ايه حاجات ويعني ايه موارد. طب يعني ايه حاجات؟ بمنتهى البساطة الحاجات هي شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه للقيام بسلوك للقضاء على هذا الشعور واشباع حاجته. يعني ايه الكلام ده مستر اشرف؟ حضرتك وانت قاعد بتذاكر كالعادة بمنتهى البساطة حسيت انك الشعور الطبيعي التلقائي اللي بيجي لاي واحد فيكم بيذاكر، انا جعان، هتعمل ايه؟ هتقوم عشان تاكل. هتقوم من اول مرة ولا هتستنى لما الشعور ده يتكرر؟ هتستنى لما الشعور يتكرر مرة واثنين وثلاث، ده لو انت عايز تذاكر. فهتقوم تتحرك، هتدخل المطبخ، هتفتح التلاجة، هتفتح ايا كان بوتاجاز، هتفتح المكان اللي موجود فيه الاكل وتطلع الاكل وتبتدي تاكل، فهتبتدي تشبع. يبقى الحاجة هي شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه للقيام بسلوك يساعد في القضاء على هذا الحرمان والوصول إلى أي أقصى إشباع. احتياجاتك كفرد هي نوعين، في احتياجات بيسموها احتياجات أولية ودي لازمة وضرورية لحفظ وجود الإنسان، يعني من غيرها الإنسان يموت، تحافظ على النوع، زي الأكل والشرب والسكن واللبس والزواج. وفي حاجات ثانوية، حاجات الثانوية نوعين، في حاجات عامة ودي لكل افراد المجتمع ما يعرفش يحافظ على توازن المجتمع واستقراره وامنه، زي الامن وزي العد وزي الدفاع. وفي حاجات اجتماعيه بتختلف من طبقه لطبقه ومن فرد لفرد حسب مستواه الاجتماعي، اللي هي الحاجات الاجتماعيه زي التعليم وزي الصحه وزي قضاء اوقات الفراغ والترفيه. دي بتختلف من بني ادم للتاني حسب مستواه الاقتصادي والوضع الاقتصادي بتاعه. يعني التعليم، في واحد بيتعلم في مدرسه حكومه بدون مصاريف، وفي واحد بيتعلم في مدرسه خاصه، وفي واحد بيتعلم في مدرسه لغات مصاريفها اعلى، وفي واحد تاني بيتعلم في مدرسه انترناشونال. بيفرق حسب التعليم او حسب المستوى الاقتصادي، مستوى التعليم بيفرق حسب المستوى الايه الاقتصادي. يبقى الحاجات الثانويه نوعين، عامه وفرديه، عامه واجتماعيه، سوري، حاجات عامه وحاجات اجتماعيه. انما الحاجات الاوليه هي حاجات فرديه نفعها يعود على شخص واحد فقط اللي هو انا جعت، انا اكلت، انا عطشت، انا شربت. طب تعال نشوف موضوع تاني اللي هي خصائص الحاجات. خصائص الحاجات، الحاجات عندي تتميز ب مجموعة من الخصائص. أول خاصية هي القابلة للإشباع. بص يا سيدي، أي شعور بالحرمان بيحدث للإنسان قابل للقضاء عليه إذا توفرت الوسيلة المناسبة. يعني أنا وجعان ولقيت الأكل وكلت هشبع، عطشان ولقيت الماء وشربت هشرب وهرتوي وإحساسي بالعطش هيروح، تعبان ولقيت مكان أستريح فيه وأنام نمت هستريح. يبقى إذا توفرت الوسيلة يتم القضاء على هذا الشعور بالحرمان وبالتالي حل المشكلة اللي موجودة عندي. بس خلي بالك بقى إن
في ظاهرة موجودة في علم الاقتصاد اسمها ظاهرة تناقص المنفعة الحدية. يعني بص، العلاقة بين عدد الوحدات المستخدمة والإشباع علاقة عكسية، أو المنفعة علاقة عكسية. بمعنى لو أنا صايم وأول ما الأذان اترفع الله أكبر الله أكبر، شربت أول كوباية مية، جسمي هيستفيد من الكوباية الأولى كلها. طب لو شربت الكوباية الثانية، الفايدة اللي جسمي هيستفيدها ويحققها من الكوباية الثانية أقل من الكوباية الأولى. طب لو شربت الكوباية الثالثة الفايدة هتقل، طب لو شربت الرابعة الفايدة هتقل. إذن فالفايدة أو العائد اللي هيعود عليا بيقل مع تزايد الوحدات، ودي بنسميها ظاهرة تناقص المنفعة الحدية. إذن العلاقة هنا علاقة عكسية. الخاصية الثانية اللي بتتميز بيها الحاجات هي التنوع والزيادة المستمرة. احتياجاتنا متنوعة، مفيش واحد فينا بيحتاج لحاجة واحدة، احتياجاتنا كتير، سواء كانت احتياجات أولية أو احتياجات ثانوية، والاحتياجات الثانوية كمان قسم لها نوعين، حاجات عامة وحاجات اجتماعية. الميزة الثالثة أو الخاصية الثالثة اللي موجودة في الحاجات هي فكرة التطور. احتياجاتنا يا أولاد متطورة، حضرتك احتياجاتك أول ما تتولد مش زي بعد شهر، مش زي بعد سنة، مش زي بعد سنتين، مش زي بعد ثلاثة، مش زي وانت عندك 20 سنة، مش زي وانت عندك 25 سنة، مش زي وانت عندك 30، مش زي وانت عندك 40. يبقى كل الإنسان ما عمره بيكبر كل ما احتياجاته بتتطور، لأن مستواه سواء كانت الفكري أو الاقتصادي أو الثقافي أو التعليمي بيتغير. طيب ايه بقى أهمية الحاجات؟ لازم تبقى فاهم في قاعدة كده أساسية لازم تبقى عارفها، إن أي نشاط بشري في الدنيا مرتبط بالحاجات. فيقولك دايما ايه؟ الحاجات البشرية هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي، لأن الهدف من أي نشاط اقتصادي هو إشباع الحاجات البشرية. طب العنصر الثاني من عناصر المشكلات الاقتصادية هو الموارد. يعني ايه مورد؟ المورد هو كل ما يصلح لإشباع احتياجات الإنسان، سواء كان بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. لما أجي بقسم الموارد اللي الإنسان ممكن يستخدمها في إشباع احتياجاته، فأنا بقسمها لمجموعة من الأنواع. يعني أول تقسيمة حسب تجددها، هل هي موارد متجددة ولا موارد فانية؟ متجددة يعني موارد تتجدد في الطبيعة تلقائيا دون تدخل من الإنسان، زي الهواء، زي ضوء الشمس. الفانية هي الموارد اللي موجودة بكميات هتقل مع استخدام الإنسان ليها، اللي هي قابلة للنفاذ. وخلي بالك ان علم الاقتصاد بيهتم بدراسه الموارد الفانيه مش المتجدده. طب حسب الندره هتقسم الى نوعين، في موارد بيسموها موارد اقتصاديه، ودي الموارد التي توجد بكميات اقل من الحاجات التي تصلح لاشباعها، ودي مهمه جدا، دي اللي بيهتم بيها علم الاقتصاد، دي الموارد النادره. الموارد الاقتصاديه هي الموارد النادره، اما الموارد الحره هي الموارد اللي موجوده بكميات تفوق احتياجات البشر، وبالتالي لا تتسبب في مشكله اقتصاديه، وبالتالي لا يهتم بها علم الاقتصاد. تقسيمه ثالثه للموارد بيقسموها حسب طبيعتها، هل هي موارد طبيعيه يعني ثروات الانسان لقاها بدون مجهود، ولا موارد بشريه اللي هو الجهد البشري اللي انا ببذله او الجهد البشري المبذول، ولا موارد مصنعة اللي هي الآلات والأجهزة اللي الإنسان صنعها نتيجة لتفاعله مع الطبيعة لكي تساعده في إشباع احتياجاته، ودي بنسميها رأس المال، ودي هندرسها بالتفصيل في الفصل التاني. يبقى الموارد ليها ثلاث تقسيمات. أنا بقى عشان أعرف احتياجات الناس وأعرف حجم الموارد اللي موجودة عندي داخل المجتمع محتاج معلومات. من هنا بتظهر أهمية المعلومات في توفير بيانات ومعلومات دقيقة عن حجم الاحتياجات البشرية، عن حجم الموارد اللي موجودة عندي بأنواعها سواء كانت طبيعية أو بشرية، نادرة أو حرة، اقتصادية أو غير اقتصادية، وبالتالي بقدر أحط تصور عام عن حجم المشكلة الاقتصادية اللي موجودة عندي وطبيعتها، وبالتالي أقدر أحط اقتراحات وحلول لمثل هذه المشكلات. ده الموضوع الأول اللي بيتكلم عنه علم الاقتصاد، اللي هو الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية. الموضوع الثاني اللي هنتكلم عنه في منهج الاقتصاد هو موضوع عناصر الانتاج الاساسية. يعني ايه كلمة انتاج؟ انتاج بمنتهى البساطة معناها اجراء تحويلات على المستلزمات او على المواد الخام عشان تتحول من صورة اقل نفعا للانسان لصورة اكثر نفعا للانسان، اللي هي عملية التصنيع. طيب الانتاج عشان يتم بيحتاج مجموعة من العناصر. انا عشان اعمل عملية انتاجية محتاج مجموعة من العناصر. مجموعة العناصر دي ثلاثة، اللي هم عندي الطبيعة وعندي العمل وعندي رأس المال، أو العمل والطبيعة ورأس المال.
طب العنصر الاول لو انت خدت بالك هتلاحظ ان انا عندي مجموعه من العناصر الغير متجانسه، العمل له خصائص تختلف عن الطبيعه، تختلف عن راس المال. وكلمه غير متجانسه هنا معناها غير متشابهه، يعني اي عمليه انتاجيه تتضمن بداخلها ثلاث عناصر اساسيه، عمل وطبيعه وراس مال. طب يعني ايه كلمه العمل؟ العمل احنا بنقصد بيه الجهد البشري المبذول خلال العمليه الانتاجيه، المجهود اللي انا وانت بتبذله وانت بتشتغل، ده اسمه عمل. هنا العمل ده له خصائص. ايه خصائص العمل؟ اولا هو نشاط واعي. يعني ايه واعي؟ واعي معناها ان الانسان يدرك ما يقوم به ويفهمه. انا فاهم انا بشتغل ايه، انا فاهم انا بعمل ايه، انا بشتغل عشان اعيش، عشان اوفر مستلزماتي، عشان احسن حياتي، فانا فاهم طبيعه الشغل اللي انا بشتغله وممكن اطوره وممكن اصلحه وممكن اكبره. ده معنى كلمه نشاط واعي. وارادي معناها ان الانسان لما بيجي يختار العمل اللي هيشتغله قبل ما بيختاره ويوافق عليه بيقوم بعمليه حسابيه بسيطه تعرف باسم عمليه الحساب الاقتصادي. والحساب الاقتصادي بمنتهى البساطه معناه ان الفرد بيقارن ما بين ما يبذله من جهد وما يحصل عليه من عائد. انا هشتغل وهبذل مجهود قد ايه وايه العائد اللي هيعود عليا من ورا هذا المجهود؟ هل العائد ده هيتناسب مع حجم المجهود اللي هبذله ولا لا؟ والله لو هيتناسب هوافق، لو مش هيتناسب هرفض. ده معنى كلمه انه ارادي، واعي وارادي. الحاجه الثانيه ان العمل نشاط مؤلم ومكلف. اي عمل يا اولاد في الدنيا لابد ان يتضمن بداخله احساس بالالم او بالتعب، والالم او التعب ده هو التكلفه اللي انا بدفعها عشان اخد في النهايه العائد. الثمن اللي انا بدفعه في شغلي هو مجهودي، هو تفكيري، هو وقتي. وهنا الالم او المجهود او التعب اللي انت ممكن تتعرض له وانت بتشتغل مش شرط انه يبقى بدني، يعني مش شرط ان جسمك هو اللي يتعب، ممكن كمان عقلك يتعب، ممكن نفسيتك تتعب لما تتعرض لضغوط خلال العمليه اللي انت بتشتغلها او خلال العمل اللي انت بتمارسه. بس في نفس الوقت خلي بالك ان زي ما العمل بيحتوي بداخله على احساس بالالم او احساس بالتعب او احساس بالارهاق سواء كان جسدي او ذهني او نفسي، هو بيحتوي على احساس بالمتعه واحساس بالسعاده عندما يحصل العامل على نتيجه عمله، لما تاخد نتيجه التعب اللي انت عملته. طيب يبقى كده قلنا ايه؟ واعي وارادي، مؤلم ومكلف. ثلاثة، غائي. يعني ايه غائي؟ لابد ان يكون لهذا المجهود هدف، عائد. اي خلي بالك من دي عشان اجي لك في الامتحان. اي مجهود لا يهدف الى ظهور عائد هو عقوبة او جهد ضائع. اي عمل انت هتشتغله مش هتاخد قصاده عائد هو عقوبة او جهد ضائع. حضرتك المساجين اللي بياخدوا عقوبتهم الاشغال الشاقة المؤبدة بيطلع كل يوم الفجر الجبل يكسر في حجارة وبالليل يروح يخش الزنزانة بتاعته تاني، هو ما خدش عائد. فأي مجهود أنت بتبذله لازم يبقى قصاده في عائد عشان يحسب اقتصاديا كعمل يعني. طيب يبقى احنا قلنا واعي وإرادي، قلنا مؤلم ومكلف، قلنا غائي. طب إيه هي أنواع العمل؟ العمل نوعين، اما اعمال يدويه ودي بتعتمد على الجهد العضلي زي الحداد زي النجار زي عامل البناء، او اعمال ذهنيه وعقليه زي المؤلف والكاتب والمفكر. وخلي بالك ان العنصرين دول او النوعين دول في بينهم تداخل، يعني الحداد او النجار او المزارع او عامل البناء ما هو عشان يشتغل لازم يفكر، يبقى لا يوجد جهد يدوي يخلو من تفكير عقلي او جهد عقلي، ولا يوجد جهد عقلي يخلو من جهد يدوي. المؤلف الكاتب لما بيجي يطلع الافكار اللي بفكر فيها بيطلعها بايه؟ بايده، بيكتب. يبقى هنا مفيش جهد عمل يدوي يخلو من جهد عقلي، ولا جهد عقلي او عمل عقلي يخلو من جهد ايه؟ يدوي. العنصر التاني عشان كده نقدر نقول ان العمل عنصر غير متجانس، ها؟ طيب العنصر الثاني من عناصر العمليه الانتاجيه وهو الطبيعه. الطبيعه بقصد بيها الموارد والثروات اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها للانسان دون جهد، مراعي، جبال، مناجم، محاجر، ابار بترول، ابار غاز، رمال، صحراء، شواطئ، تربه خصبه، انهار، دي كلها بنسميها عناصر طبيعيه. الطبيعه يا اولاد
من العناصر المهمة جدا في العملية الإنتاجية. وخلي بالك إن صعب جدا أو نادرا إن الإنسان يستغل الموارد الطبيعية في صورتها الأولية. عشان كده دايما أقول لك إيه، الطبيعة تكاد تكون مصنوعة. يعني إيه الطبيعة تكاد تكون مصنوعة؟ يعني الطبيعة يصعب أو يندر أن تستخدم في صورتها الأولية، لابد من تصنيعها. صعب جدا أستخدم الذهب في صورته الأولانية، عبارة عن زي الحجر، لازم تحصل له عملية تصنيع. البترول لما بيطلع من الآبار بتاعته ما بروحش أحطه في تانك العربية على طول، لازم يحصل له عملية تكرير عشان أطلع منه مشتقات. الطبيعة لها مجموعة من الخصائص. إيه خصائص الطبيعة؟ رقم واحد أنها هبة من الله، وهبة من الله الإنسان لقاها بدون مجهود. آه صحيح ما بيستخدمهاش في صورتها الأولية ولازم يصنعها، لكنها في الأساس هبة من الله. رقم اتنين، هي تخضع للحقوق القانونية. أي مورد طبيعي موجود في أي بلد هو يخضع للملكية العامة، بيسموها فكرة الحق. يعني إيه فكرة الحق؟ فكرة خضوع الموارد الطبيعية لملكية الدولة حتى تستطيع الدولة استغلالها الاستغلال الأمثل والحفاظ عليها واستدامة استخدامها، يعني استخدامها لأطول فترة، أطول فترة ممكنة. وعشان تضمن عدالة التوزيع، تضمن ان الناس كلها تاخد نصيبها من هذه الموارد. ثلاثة، غير قابلة للهلاك او بمعنى اصح غير قابلة للنفاذ. الموارد يا اولاد هي ثروات طبيعية لا تنفذ، قد تتعرض لسوء الاستخدام، وبالتالي خصائصها ممكن تتغير او تتلوث. ده بالنسبة للعنصر الثاني من عناصر العملية الانتاجية اللي هو الطبيعة. وخلي بالك ان الطبيعة بتدخل فكرة المكان، اي نشاط اقتصادي يتأثر بظروف المكان اللي هو موجود فيه. يعني انت لو اتولدت في الخليج هتشتغل في البترول او استخراج الغاز، لو اتولدت وعشت في مكان على البحر هتشتغل في الصيد او في التجارة، لو اتولدت وعشت جنب مكان فيه نهر هتشتغل في الزراعة. ده تأثير الطبيعة على النشاط الايه؟ الاقتصادي. بص يا سيدي، العنصر الثالث من عناصر الانتاج هو رأس المال. واول ما اقول لك راس المال حضرتك هيجي في دماغك على طول ان راس المال ده هو عباره عن الفلوس او الاموال. راس المال في العمليه الانتاجيه هو مجموعه الالات او الادوات الغير متجانسه التي صنعها الانسان لاستخدامها في العمليه الانتاجيه. الالات اللي احنا بنستخدمها، الشاشه اللي موجوده قدامنا دي تعتبر راس مال، الكيسه اللي موجوده تحت دي تعتبر راس مال، الكاميرا اللي موجوده قدامنا دي راس مال. راس المال له خصائص، هو اولا من صنع الانسان، الانسان هو اللي صنعه. وده معناه ان كل ما الانسان مستواه التعليمي ومستواه الفكري وقدرته على التعامل مع التكنولوجيا الحديثه والاختراع والابتكار تزيد، كل ما قدرته على انتاج راس مال متطور هيزيد. وكل ما قدرته على انتاج راس مال متطور يزيد، كل ما ابداعه في الانتاج وجودته في الانتاج هتزيد، وبالتالي مكاسبه هتزيد. يبقى هو من صنع الانسان. اثنين بقى، وده مرتبط بالاولانية، هو طالما من صنع الانسان هو قابل للهلاك. ده خلي بالك ده كده عكس الطبيعة، اي حاجة يا اولاد الانسان بيصنعها قابلة للهلاك، ممكن تتلف، ممكن تبوظ بالبلدي كده زي ما بنقول. ورأس المال بيتعرض لنوعين اثنين من الهلاك، في استهلاك مادي وفي استهلاك اقتصادي. الاستهلاك المادي، وخلي بالك من دي مهمة جدا، امتى يحدث الاستهلاك المادي؟ يحدث الاستهلاك المادي عندما تتعرض الآلة للتلف او العطل، وهنا الانسان بيتغلب عليه عن طريق الصيانة. انما في نوع تاني خطير جدا اللي هو الاستهلاك الاقتصادي، وده يحدث نتيجة لتغير الاذواق او يحدث نتيجة للتطور التكنولوجي. ان الآلة بتاعتك تبقى موجودة وشغالة وتمام وزي الفل، بس محدش بيشتريها لان ظهرت آلات احدث، وهنا يربطها لك بالتطور التكنولوجي والمعرفي. يقول لك قد يحدث الاستهلاك المادي نتيجة لايه؟ تقول له التلف او العطل. طب يحدث الاستهلاك الاقتصادي نتيجة لايه؟ تقول له نتيجة لتغير الاسواق او التطور الايه؟ التكنولوجي. خلي بالك ان رأس المال نوعين، في رأس مال ثابت اللي هي الأصول الإنتاجية اللي بيستخدمها أكثر من مرة دون أن تتغير خصائصها، المبنى، الآلات، الأدوات، القصة دي. لكن هناك رأس مال متداول، وده بيستخدم مرة واحدة في العملية الإنتاجية، يتغير بعديها شكله، هنا بنقصد بيها المادة الخام. يعني أنا لو شفت مصنع غزل ونسيج شفت الخيوط وهي داخلة هتطلع في صورة قماش، أتواب القماش وهي داخلة مصنع الملابس هتطلع في صورة ملابس، اتغيرت شكلها اتغير. خلي بالك ان رأس المال واستهلاكه بيعمل لك شوية مشاكل، لان استهلاك رأس المال بيتطلب انك تصرف عشان تحافظ على رأس الايه؟ المال، وتطوره وتحافظ ايه عليه. زي ما قلنا ان الطبيعة بتدخل فكرة المكان في النشاط الاقتصادي، فرأس المال يدخل فكرة الزمان في النشاط الاقتصادي.
الطبيعه بتدخل فكره المكان، لكن راس المال بيدخل فكره الزمن. الاله قيمتها بتزيد كلما كانت قدرتها على الانتاج لفتره زمنيه طويله تزيد، يعني كل ما الاله تشتغل فتره طويله جدا كل ما قيمتها بتزيد. ده الموضوع او العنصر الثاني من عناصر الانتاج اللي هو راس الايه؟ المال. طيب تعال بقى نتكلم على موضوع اخر، هو موضوع الدخل الخام. كده احنا اتكلمنا على موضوعين اساسيين في علم الاقتصاد، الموضوع الاول اللي هو مدخل دراسه علم الاقتصاد، والموضوع الثاني عناصر الانتاج الاساسيه. الموضوع الثالث هو الدخل القومي. الدخل القومي يعني ايه دخل قومي يا مستر اشرف؟ الدخل القومي هو مجموع الدخول المكتسبه لجميع افراد المجتمع، كل الفلوس اللي بتدخل لكل افراد المجتمع والمشروعات المجتمع مقابل ان الناس دي بتساهم في العمليه الانتاجيه خلال سنه. طيب يبقى معنى كده ان الدخل القومي بيتحسب خلال سنه. الدخل القومي نوعين، دخل نقدي ودخل حقيقي. الدخل النقدي هو كمية الفلوس النقود الورقية البنكنوت اللي بيحصل عليها أفراد المجتمع مقابل مساهمتهم في العملية الإنتاجية. كمية النقود البنكنوت اللي بيحصل عليها أفراد المجتمع مقابل مساهمتهم في العملية الإنتاجية. إنما الدخل الحقيقي بنقصد به هي مقدار السلع والخدمات التي يمكن لأفراد المجتمع الحصول عليها مقابل كمية من النقود. يعني بالبلدي كده الفلوس اللي انت بتاخدها كل شهر او كل يوم او كل اسبوع دي تعتبر دخل نقدي، لكن السلع والخدمات اللي انت بتشتريها خلال الشهر دي دخل حقيقي. الله، طب هنا في حاجه بتربط ما بين الدخل النقدي والحقيقي، اسمها ايه؟ الاسعار. لما الاسعار بتزيد دخلك الحقيقي يقل، لما الاسعار بتزيد دخلك الحقيقي يقل. العلاقه هنا علاقه ايه؟ عكسيه. طب لما الاسعار تقل دخلك الحقيقي يزيد. يعني بالبلدي كده لما الاسعار تزيد كميه السلع والخدمات اللي انا ممكن اشتريها بالفلوس هتبقى قليله لان الاسعار زادت، ولما الاسعار تقل كميه السلع والخدمات اللي ممكن اشتريها بالفلوس هتزيد، يبقى دخل الحقيقي زاد. يبقى همزه الوصل بين الدخل الحقيقي والدخل النقدي هو الاسعار. عشان كده هتلاقي ان معظم الناس بتتكلم على هي الاسعار زادت ولا الاسعار قلت، طب الاسعار هتنزل امتى، طب الاسعار ازاي. القصه دي يعني كلنا شايفين وعارفين الوضع اللي احنا فيه. طيب تعال نشوف موارد الدخل القومي. خلي بالك ان مش كل الفلوس اللي بتدخل للدوله بيحسبوها من ضمن الدخل القومي، يعني انت عندك الضرائب والرسوم والجمارك اللي هتحسب ضمن الدخل القومي لانها مش جايه نتيجه المشاركه في العمليه الانتاجيه، يعني الجمرك اللي بتدفع العربيه اللي جايه من بره ده مش نتيجه المشاركه في العمليه الانتاجيه، الرسوم اللي انت بتدفعها عشان خاطر تطلع بطاقه او ضرابه ده مش نتيجه المساهمه في العمليه الانتاجيه، الجمارك اللي الضرائب دي كلها ما بتحسبش ضمن الدخل الايه؟ القومي. امال ايه اللي بيتحسب ضمن الدخل القومي؟ بيتحسب اربع حاجات وخلي بالك منهم قوي قوي. الريع ده خاص بالارض الزراعيه، العائد اللي بيحصل عليه صاحب الارض الزراعيه نتيجه ان الارض اشتغلت فجابت محصول فاتباع فخدت الريع بتاعها. الفايده دي اللي بتدفع لصاحب راس المال اللي حاطط فلوس في بنك فبياخد الفايده بتاعتها. الاجر ده الاجر او المبلغ اللي انا باخده، الدخل اللي انا باخده نتيجه لمشاركتي في العمليه الانتاجيه، الراتب. الربح ودي المكافأة اللي بتمنح للعامل مقابل مساهمته في العملية الإنتاجية. خلي بالك أنت لازم يجي لك في الامتحان واحد من الأربعة. الريع تربطه بالأرض الزراعية. الفايدة تربطها بالودائع اللي موجودة في البنوك مقابل أن البنوك استخدمتها. الأجر مرتبط بالعمل. الأرباح دي مكافأة بيحصل عليها العامل. طب انا كمواطن نصيبي من الدخل بيتحسب ازاي؟ في حاجه اسمها متوسط الدخل القومي. متوسط الدخل القومي بتحسب نتيجه بقسم عدد بقسم الدخل القومي للبلد على عدد السكان. طب كيف يتم حساب الدخل القومي؟ ازاي بيحسبوا الدخل القومي في البلد؟ هناك عده طرق لحساب الدخل القومي. الطريقه التقليديه هي ان انا اشوف كل مشروع او كل مؤسسه ساهمت خلال السنه دي في الناتج في الانتاج القومي بقد ايه، يعني كل مؤسسه اسهمت بقد ايه خلال سنه في الاقتصاد القومي خلال سنه. هنا بيظهر عندك من ايه الفرق ما بين الناتج القومي والانتاج القومي. الانتاج القومي هو مجموع ما انتج من سلع وخدمات في الاقتصاد خلال سنه، مجموع ما انتج في الاقتصاد القومي من سلع وخدمات خلال سنه.
انما الناتج هو مجموع الاسهام الانتاجي للمشروعات. هنا لازم افرق ما بين الانتاج والناتج. الناتج بيحسب لي كل مشروع او كل مؤسسة ساهمت بقد ايه بالظبط بالظبط، بعد ما بيخصم من قيمة السلعة اللي انتجتها المؤسسة دي قيمة السلع اللي هي اشترتها من مشروعات تانية، وده بيسموه تفادي خطر الازدواج المحاسبي اللي هي القيمة المضافة. يعني انا دلوقتي عشان اصنع الجهاز اللي موجود قدامي ده اشتريت من مصانع تانية سلع وخامات هتدخل في التصنيع، اخصم قيمة الخامات دي لانها اتحسبت قبل كده في انتاج المصنع الاولاني. ده بيسمى ناتج. يبقى الطريقة الأولانية هي طريقة الناتج القومي، إن أنا أحسب كل مصنع ساهم بقد إيه خلال سنة، وده بيتفادى خطر الازدواج المحاسبي اللي هو حساب قيمة السلع أكتر من مرة، وعلى فكرة الناتج أدق بكتير من الإنتاج. الطريقة التانية هي طريقة الأنصبة الموزعة، إن أنا بجمع جميع الدخول اللي ساهمت في العملية الإنتاجية سواء كان دخول عمل أو دخول ملكية، واستبعد منها الجمارك، واستبعد منها الضرائب، واستبعد منها الرسوم واعانات البطاله والاعانات الاجتماعيه والقصه دي كلها، وحالات المكسب والخساره الراسماليه. دي اسمها طريقه الانصبه الموزعه. الطريقه الثالثه هي طريقه الانفاق القومي، دي اسهل طريقه، ان انا بشوف البلد صرفت خلال السنه قد ايه على الاستهلاك وقد ايه على الاستثمار. طب ايه الفرق ما بين الاستهلاك وايه الاستثمار؟ الاستهلاك ان انا بصرف على السلع والخدمات بقصد اشباع الحاجات بشكل مباشر. انما والاستهلاك نوعين، في استهلاك عام واستهلاك خاص. الاستهلاك الخاص بتاعي انا بصرف فلوس عشان اكل واشرب واسكن والبس واتعالج، ده اسمه استهلاك. انما الاستهلاك العام ده خاص باستهلاك الدوله اللي هو انفاق السلطات العامه بقصد اشباع الحاجات الجماعيه لافراد المجتمع. وخلي بالك انك بيتم حساب الاستهلاك بمجرد ما تشتري السلع، لان انت عندك في سلع ممكن تشتريها وتقعد فتره طويله جدا، انت بتشتري الثلاجه بتقعد كتير، الشاشه بتقعد كتير، التلفزيون بيقعد كتير، فهو مستهلك بمجرد ما اشتريته في بقى حاجه تانية، ظاهره تانية اسمها ظاهره الادخار، والادخار هو جزء من الدخل لم ينفق اصلا ما اتصرفش، عشان كده بيسموه عمليه سلبيه. وفي حاجه اسمها الاستثمار، الاستثمار هو الانفاق من اجل زياده الثروه الى زياده الثروه في المستقبل. خلي بالك ان الاستثمار والادخار وجهان لعمله واحده، الاثنين هدفهم هو زياده الثروه في المستقبل، بس الفرق ان الادخار عمليه سلبيه، ده جزء ما اتصرفش، الادخار عمليه سلبيه، انما الاستثمار عمليه ايجابيه، انا صرفت الفلوس علشان خاطر ازود الثروه، زي بالظبط كده اللي عنده حته مشروع صغير وبيكسب، فراح واخد المكسب بتاعه ده صرفه على المشروع عشان يكبر المشروع عشان يجيب فلوس اكتر. يبقى الادخار والاستثمار وجهان لعمله واحده، اوعى تنسى المعلومه دي، الادخار والاستثمار وجهان لعمله ايه؟ واحده. الفرق الادخار سلبي لكن الاستثمار عمليه ايجابيه. نيجي بقى للموضوع الرابع والموضوع المهم جدا في موضوعات منهج الاقتصاد الثالثه ثانوي، اللي هو موضوع الماليه العامه ودور الدوله. كتير مننا بيقعد يسال، هي الدولة بت 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 بتعمل الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات والسجون والمؤسسات الاجتماعية ومشروعات، بتعمل الكلام ده منين؟ يعني بتجيب فلوسه منين؟ وناس كتير بتقعد تهبط. بص يا سيدي، في فرع من فروع علم الاقتصاد اسمه المالية العامة ودور الدولة. يعني ايه كلمة مالية عامة؟ ده فرع من فروع علم الاقتصاد بيهتم بدراسة دور الدولة في توفير الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية لأفراد المجتمع. ازاي الدولة بتوفر الأمن والعدل والجيش اللي هو الدفاع والتعليم والصحة والطرق والكباري والمية والتليفونات والمجاري والصرف، دي كلها اسمها خدمات عامة وخدمات اجتماعية. ازاي الدولة بتوفر لأفراد المجتمع الكلام ده وبتجيب تكاليف الكلام ده منين؟ اولا مبدئيا عشان نكون متفقين، دور الدولة مهم جدا، يعني الدولة دورها تجاه المواطنين من الحاجات الاساسية والحاجات الرئيسية اللي لازم المواطن يحس بيه. ودور الدولة بيختلف من دولة للتانية حسب النظام الاقتصادي اللي موجود عندها، يعني يمكن دور الدولة بيظهر قوي في الدول اللي بتاخد بالنظام الرأسمالي زي الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا، اللي هي الدول اللي أصلاً عندها قانون اسمه قانون العرض والطلب، اللي الدول اللي المواطن بيدفع ثمن الخدمة اللي هو بيستفيد منها فقط. فهنا بيتقسم هنا السلع لنوعين، سلع المواطن بيدفع ثمنها، وسلع المواطن لأن هو الوحيد المستفيد منها، وسلع المواطن ما بيدفعش ثمنها لانه مش هو الوحيد المستفيد، اللي هي الخدمات العامه والخدمات الاجتماعيه، انا مش انا لوحدي اللي همشي على الطريق فبالتالي انا مش هدفع ثمنه يعني.
فهنا بيبتدي يظهر دور الدولة، وهنا الدولة بتبتدي تدور على مصادر للدخل علشان توفر تكاليف هذه الخدمات للمواطنين بتوعها. يعني حتى انت كمواطن في الدول دي بيدفع ثمن الخدمات دي ولكن بشكل غير مباشر. الماليه العامه دورها ما بيظهرش بشكل كبير في الدول اللي بتاخد بنظام الشيوع الاشتراكي زي الاتحاد السوفيتي السابق ودلوقتي زي الصين، لان الدوله هناك هي المسؤوله عن كل حاجه. المواطن هو عباره عن جزء او ترس في مكنه بيشتغل بياخد مرتب من الدوله مقابل انه بيساهم في العمليه الانتاجيه، والدوله بتوفر له كل حاجه. المرتب اللي بياخده بيبقى قليل. هنا الدوله هناك هي المسؤوله عن كل حاجه، زي ما بنقول كده الدوله هي بابا وماما، يعني هي اللي بتوفر المدارس والمستشفيات والاكل والشرب والسكن والتعليم كل حاجه. طيب في الدول اللي بتاخد بالنظام الرأسمالي مين اللي بيوفر الخدمات للمواطنين؟ قال لك هنا يتوقف حسب نوع الخدمة، هل هي خدمة فردية ولا خدمة عامة واجتماعية؟ لو خدمة فردية السوق بيوفرها، لأن المواطن هيدفع ثمنها وبالتالي السوق عايز يكسب، فالمواطن هيدفع ثمن السلعة، وبالتالي ما تلاقي حتى السلعة دي فيها متقسمة الكاتيجوري، يعني أنواع مستويات، كل ما المستوى يعلى كل ما الثمن يزيد لأن المواطن هيدفع أكتر يعني. إنما الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة المواطن ما بيدفعش، وبالتالي الدولة هنا هي اللي بتوفرها. طب بتوفرها إزاي؟ بص، مبدئيا في الدول اللي بتاخد بالنظام الرأسمالي الدولة بيبقى ليها ثلاث أدوار. رقم واحد هي المسؤولة زي ما قلت لك عن إجباع الحاجات العامة والحاجات الاجتماعية زي التعليم وزي الصحة، ويمكن ما بنستبعدش السوق قوي، السوق بيوافر بيشارك احيانا زي المدرسه الخاصه والقصه دي. طيب الحاجه الثانيه هي تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ودي من الحاجات المهمه جدا ان الدوله مسؤوله في النظام الراسمالي انها توفر انسب الظروف اللي تجذب بيها الاستثمارات وتشجع بيها على الاستثمار، وتظبط موضوع شروط الائتمان والبنوك وفوائد البنوك واستقرار العمله الوطنيه والقصه دي. الحاجه الثالثه ان الدوله في النظام هنا بتبقى مسؤوله عن توفير او ضمان تحقيق العدالة في التوزيع. يعني انا كدولة انا اللي مسؤولة ان انا ما يبقاش في فوارق كبيرة قوي ما بين المواطنين وما بين الطبقات، عشان الاحساس بالظلم الاجتماعي يبقاش موجود، وبالتالي حافظ على استقرار المجتمع وحافظ على امن الايه القومي. طب برضو يا مستر انت ما قلتليش هي الدولة بتجيب منين الفلوس؟ الفلوس اللي بتتصرف على الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية. هقول لحضرتك ان الدولة بتجيب الفلوس دي عن طريق الديمقراطية. عن طريق الديمقراطية؟ اه والله عن طريق الديمقراطية. ايه علاقة الديمقراطية بالمالية العامة؟ هقول لحضرتك ان الدولة لما بتتدخل في النشاط الاقتصادي او في الحالة الاقتصادية هي بتتدخل بما لديها من سلطة. السلطة اللي افراد المجتمع ادوها لها. طب هو افراد المجتمع دول لما ادوها لها ادوها لها ازاي؟ عن طريق انتخاب من يمثلهم، اللي هم اعضاء مجلس الشعب. الله، اعضاء مجلس الشعب دول بيجوا بايه؟ بالانتخاب. مين اللي بينتخبهم؟ افراد الشعب. يبقى ديمقراطيه دي ولا مش ديمقراطيه؟ ديمقراطيه. طيب تعال نشوف ازاي الدوله بتستخدم الديمقراطيه في ان هي توفر ايرادات او توفر فلوس علشان خاطر تحقق تقوم بدورها في توفير الخدمات العامة والاجتماعية لأفراد المجتمع. بس قبل ما نشوف القصة دي تعال نشوف عناصر المالية العامة الأول. المالية العامة ليها ثلاث عناصر: نفقات وإيرادات وموازنة. النفقات الفلوس اللي الدولة بتصرفها خلال السنة عشان تقوم بدورها تجاه أفراد المجتمع، دي النفقات. والنفقات نوعين: إما حكومية اللي هي الحكومة المركزية اللي موجودة في العاصمة، أو المحلية بتاعة المحافظين، كل محافظة عندها مصاريفها وعندها التزاماتها. النفقات ليها مبادئ، ايه هي مبادئها؟ رقم واحد مبدأ تزايد النفقات. يعني ايه؟ يعني نفقات الدولة بتزيد سنة بعد سنة عشان عدد السكان بيزيد واحتياجاتهم بتزيد ومطالبهم بتزيد. اتنين مبدأ أولوية النفقات، يعني انا كدولة لما اجي احط البرنامج المالي بتاعي للسنة اللي جاية بحدد نفقاتي الاول، وبعد كده اتولى او اتحمل مسؤولية تدبير الايرادات. بحط النفقات الاول، يعني الدولة بتشوف هتصرف ايه الاول قبل ما تقول هجيبه منين. يبقى مبدأ تزايد النفقات ومبدأ اولوية النفقات. العنصر الثاني هو الايرادات العامة. يعني ايه ايرادات عامة؟ الايرادات العامة هي المبالغ اللي الدولة بتحصل عليها من مصادر متعددة عشان تغطي نفقاتها. الفلوس اللي بتدخل للدولة من كذا مصدر عشان تغطي نفقاتها. طب الدولة بتجيب فلوسها منين؟ عد معايا. ايرادات الدولة من ممتلكاتها. هي الدولة عندها ممتلكات؟ يا بيه عندها ممتلكات زي قناة السويس، زي الاثار، دي ممتلكات.
اتنين الرسوم، يعني ايه رسوم؟ المبالغ اللي الافراد بيدفعوها مقابل حصولهم على خدمه، زي خدمه رسوم مصاريف المدرسه، زي استخراج جواز سفر، شهاده الميلاد، بطاقه. الدين العام او الاقتراض العام، الدين العام او الاقتراض العام، يعني انا كدوله لما بستلف انا كده ده ايراد، اه طبعا، هو داخل البلد ولا خارج؟ داخل. وبعدين ما تنساش ان الديون دي او القروض دي هي ضرائب مؤجله، يعني انا هجمعها من المواطنين واسددها. انا بستلف بس انا باخدها بدري الاول من بره وارجع لمها منين؟ من المواطنين. طب اربعه الضرائب. وين الضرائب؟ هي اقتطاع، وده مهم جدا، لازم يجي لك عليها سؤال او اتنين في الامتحان على فكره، اوعى تنسى دي. الضرائب هي مجرد اقتطاع مالي من ثروات الافراد، باخد من فلوس الناس ضريبه مقابل، بدون مقابل، بشكل مباشر. المقابل بياخده بصوره غير مباشره. انا بعتمد على الضرائب في دفع تكاليف الخدمات العامه والخدمات الاجتماعيه اللي المواطن بيحصل ايه عليها. الضريبه ليها اهداف، او الضرائب لها اهداف، نوعين اتنين من الاهداف، اما او مبادئ، اما مبادئ قانونيه او مبادئ كفاءه. المبادئ القانونيه ثلاثه، لا تفرض الا بقانون، ولا تعدل ولا يعفى منها احد الا بقانون. يعني الضريبه ما بتتفرضش عليك كده، لا، ده بقانون بيطلع من مجلس الشعب، وما بتتعدلش الا بقانون، وما ما بتتعديش منها حد الا بقانون. ها، الضريبه ليست عقوبه، الضريبة مختلفة عن مصادرة الأموال. مصادرة الأموال أنا بصدر الفلوس كلها، لكن الضريبة أنا باخد جزء. الثالث، المساواة بين جميع المواطنين أو جميع الأفراد أمام مصلحة الضرائب، لازم في مساواة. يبقى عشان تبقى الضريبة قانونية، لا تفرض إلا بقانون، ها، ولا تعدل إلا بقانون، ولا يعفى منها أحد إلا بقانون. المساواة بين جميع الأفراد أمام مصلحة الضرائب، الضريبة ليست عقوبة، الضريبة ليست عقوبة، هي مساهمة منك كمواطن في تحمل تكاليف الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية. إنما إمتى السياسة الضريبية تبقى ناجحة؟ إمتى سياسة الضرائب اللي بتفرض في الدولة تبقى ناجحة؟ قال لك إذا توافرت بها عدة شروط. الشرط الاول او المبدا الاول مبدا العداله والمساواه، الكل تتوزع عليه الاعباء الضريبيه زي بعض حسب الظروف النسبيه والثروه وقدرته على الدفع. مبدا اليقين، يعني ايه مبدا اليقين؟ يعني انا وانا بدفع الضريبه ابقى عارف القواعد المحدده للضريبه، الضريبه دي اتفرضت عليا ليه؟ او اتفرضت عليا ازاي؟ ايه الشروط او ايه القواعد اللي اتفرضت عليا الضريبه دي بناء عليها؟ المبدا الثالث هو مبدا الملائمه، يعني لازم الضرائب تتحصل مني في وقت يتناسب معايا، في مواعيد تتناسب مع ظروف العميل، مواعيد تتناسب مع ظروف العميل. العنصر الثالث او المبدا الثالث هو مبدا الكفايه، يعني ايه مبدا الكفايه؟ يعني الضرائب او محصله الضرائب تكون تكفي الاهداف اللي هي محطوطه عشانها، النفقات اللي محطوطه عشانها. يبقى انا عندي كده كم مبدا للكفايه؟ اربعه. الضرائب انواع، بقسم الضرائب لو قسمتها حسب الوعاء الضريبي، يعني حسب انا بفرضها على ايه، هتبقى نوعين، اما ضرائب على الاشخاص بفرض على الناس، وكانت بتعرف زمان باسم ضريبه الرؤوس، او ضرائب على الاموال بفرض على الفلوس سواء كانت اموال منقوله او داخل عقار يعني بيت. من حيث الاسعار هتبقى نوعين، اما نسبيه او تصاعديه. ايه الفرق ما بين الضريبه النسبيه او التصاعديه؟ النسبيه نسبه ثابته، نسبه ثابته من الدخل، نسبة ثابتة من الثروة، 1%، 2%، 3%، 4%، أي كانت النسبة، مهما الوعاء، مهما الثروة زادت. أما التصاعدية دي بتفرض بنسب متصاعدة، كل ما الدخل بيزيد والثروة بتزيد، كل ما الضريبة بتزيد. على فكرة الضرائب التصاعدية بتصل في بعض الدول زي بريطانيا بتصل ل 50% وفي ألمانيا. من حيث هي مباشرة ولا مباشرة، بتصنف إلى نوعين، المباشرة هي تفرض بمناسبة حصولك على الدخل، زي كده بالظبط لما تقبض مرتب الدخل بتاعك. اما الغير مباشره دي بتفرض عليك عند انفاقك للدخل وانت بتصرف، زي ضريبه المبيعات او الجمارك. ده بالنسبه للضرائب وتقسيمات. العنصر الثالث من عناصر الماليه العامه وهو الموازنه العامه. يعني ايه موازنه عامه؟ هي الوثيقه القانونيه او المحاسبيه اللي بتبين حجم النفقات اللي الدوله هتصرفها خلال سنه، وحجم الايرادات اللي الدوله هتحصل عليها خلال سنه قادمه. وخلي بالك الموازنه العامه بتتحط لسنه جايه، سنة قادمة مش سنة ماضية. الموازنة العامة يا أولاد، وأظن كلنا بنشوف وزير المالية ورئيس الوزراء وهم بيعرضوا الموازنة المالية أو البرنامج المالي لمصر على مجلس الشعب،
وازاي اعضاء مجلس الشعب بيناقشوه وبيناقشوا رئيس الوزراء وبيناقشوا وزير الماليه في عناصر الماليه العامه وازاي او الموازنه العامه، وحجم الايرادات كتير ولا حجم الايرادات قليل والقصه دي. طيب الموازنه العامه ليها اربع مبادئ. رقم واحد عندي مبدا اسمه مبدا سنويه الموازنه. سنويه الموازنه معناها ان السنه او الموازنه بتتحط عن سنه ماليه قادمة لمدة سنة، وغالبا معظم الموازنات بتتحط لمدة سنة عشان يسهل تنبؤ الإيرادات وتحديد النفقات، يعني سهل انك تحدد نفقاتك وتتوقعها اللي هي لمدة سنة ايه قادمة. مبدأ وحدة الموازنة ومعناه انك بتسجل جميع النفقات وجميع الإيرادات في وثيقة واحدة عشان يقدر اللي بيناقش وزير المالية ورئيس الوزراء انه يعمل مقارنة ما بين الإيرادات وما بين النفقات. مبدأ عمومية الموازنة يعني الموازنة بتظهر جميع النفقات وجميع الإيرادات بشكل مفصل دون إجراء اي نوع من الخصومات او انك بتحاول تعمل إزالة لأي شيء، بتكتبها بالتفاصيل. ده معنى كلمة عمومية الإيرادات، بالتفاصيل، خلي بالك من دي. ومبدأ توازن الموازنة، لازم الناس المسؤولين عن وضع البرنامج المالي أو الميزانية بتاعة البلد تكون الإيرادات تغطي النفقات، حتى لو كانت الإيرادات بتاعة البلد أقل بيبقى هم مسؤولين عن تدبير المبالغ اللي تغطي الإيه؟ النفقات. الفكرة في مصر السنة المالية بتبدأ في أول شهر يوليو. أول شهر يوليو، أول شهر سبعة، وبتنتهي بنهاية السنة المالية، بتنتهي بنهاية شهر يونيو السنة اللي بعديها. يعني لازم على فكرة وزير المالية قبل ما يقدم الموازنة بتاعت السنة الجديدة لازم يقدم لمجلس الشعب الحساب الختامي عن الموازنة القديمة، يعني مع أعضاء مجلس الشعب بيحاسبوا الحكومة على البرنامج القديم، المال القديم، وبيناقشوه في البرنامج الجديد. وخلي بالك ان هم ما بيناقشوش في البرنامج الجديد الا لما يحاسبوه على البرنامج الايه القديم، ويشوفوا مدى اتفاق او انحراف الحساب الختامي عن الموازنه او عما تم مناقشته في العام الماضي. ده بالنسبة للموازنة الايه العامة وازاي بتعرض على الدولة. بالمناسبة دي حابب بس اقول لك ان احنا في اول الجزء ده كنا اتكلمنا عن نظام اسمه النظام الرأسمالي، والنظام الرأسمالي في الدول الغربية بيعتمد او بيقوم على ثلاث اسس. الاساس الاول ده خاص بملكية وسائل الانتاج، وفي النظام الرأسمالي الملكية ملكية فردية، ما فيش ملكيات عامة، يعني الدولة ما بتمتلكش شركات او مؤسسات انتاجية يعني. بالنسبة لي الهدف من العملية الانتاجية دايما الهدف هو زيادة او تعظيم العائد الشخصي، انا بشتغل وبستثمر عشان اكسب واكسب كتير. بالنسبة لكيفية اتخاذ الاسعار، اتخاذ القرارات، دايما اللي بيحكم القرارات في النظام الرأسمالي هو آلية السوق، وكلمة آلية السوق دي خلي بالك منها قانون اسمه قانون العرض والطلب. السوق المكان اللي بيجتمع فيه الناس اللي عايزة تشتري والناس اللي عايزة تبيع، واللي عايز يبيع بقى على سعر عشان يحقق اعلى مكسب، واللي عايز يشتري باقل سعر عشان يحقق اعلى فايده. فدايما اللي بيتحكم هو اليه السوق اللي هي الاسعار او العرض والايه والطلب. وهنا تسال نفسك سؤال، طيب الدول اللي ما كانش النظام بتاعها نظام راسمالي وعايزه تتحول للنظام الراسمالي بتعمل ايه؟ هنا الدول دي يا اولاد بتعمل حاجه اسمها نظام الخصخصه. والخصخصه هي معناها ان انا بعمل اعاده في توزيع الادوار ما بين الدوله والقطاع الخاص، بمعنى بدل ما كانت الدوله هي اللي بتمتلك المؤسسات الاقتصاديه وهي اللي بتدير المؤسسات الاقتصاديه وهي اللي بتوزع العائد بتاع المؤسسات الاقتصاديه، لا، الدوله خلاص شالت ايديها من القصه دي كلها واكتفت بدور واحد اللي هو وضع السياسات والاشراف. والخصخصه نوعين، اما خصخصه ملكيه او خصخصه اداره. خصخصه الملكيه معناها ان الدوله بتحول جزء من وسائل الانتاج، يعني جزء من مصانعها المملوكه ليها للقطاع الخاص، يعني بتبيع. انما خصخصه الاداره دي بتتم بثلاث طرق، اما ان الدوله تحتفظ بالملكيه وتعمل عقود مع القطاع الخاص للاداره، او ان الدوله تحتفظ بالملكيه والاداره وتمشي بنفس اسلوب القطاع الخاص في الثواب والعقاب والمكافآت والتعيينات، او ان الدولة تسمح للقطاع الخاص انه يشاركها يعمل منشآت، يعمل محطات كهرباء، يعمل محطات مية، يعمل مرافق ويقدم الخدمة للمواطنين وهو اللي يحصلها. دي اسمها خصخصة الادارة. طيب الخصخصة مش معناها ان الدولة ترفع ايديها خالص عن النشاط الاقتصادي، الخصخصة مش معناها ان الدولة تقول انا ماليش دعوة، الخصخصة لا، الخصخصة معناها ان الدولة بتكتفي بدور الاشراف
وضع السياسات وضبط العلاقة بين المنتج والمستهلك، ووضع السياسات اللي تجذب الاستثمارات من الخارج، أقصى أكبر كمية من الاستثمارات الخارجية علشان خاطر حجم الاستثمارات في البلد يزيد، وبالتالي الدخل القومي يزيد. ده بالنسبة للموضوع المهم والأساسي اللي هو موضوع المالية العامة. وخلي بالك كنت بتذاكر الموضوع ده قوي على موضوع الضرائب والموازنة العامة والنفقات العامة والإيرادات الإيه العامة. موضوع تاني من الموضوعات المهمة واللي حضرتك لازم تلاقي عليها سؤال أو اتنين أو تلاتة في الامتحان هو موضوع النقود والبنوك. وفكرة النقود يا أولاد هي ظهرت بعد النقود ظهرت نتيجة لانقسام عملية المقايضة لعملية بيع وشراء. طب يعني ايه مقايضة؟ المقايضة معناها تبادل سلعة بسلعة أخرى، يعني أنا بديك بيضة باخد رغيف عيش، بديك رغيف عيش باخد بيضة، يعني هي بتمشي كده يعني. المقايضة دي كانت الوسيلة اللي كانت موجودة في المجتمعات البدائية زمان. والمقايضة مع الوقت لما بدأت المجتمعات تكبر ومستواها يعلى وتتطور بدأت عيوب المقايضة تزيد. يعني بدأت تظهر عيوب المقايضة وبدأت الناس تكتشف ان المقايضة ما تنفعش في عملية في كعملية تنشط عملية البيع والشراء او تنشط النشاط الاقتصادي يعني. المقايضة ليها ثلاث عيوب. اولا صعب جدا انك تلاقي في توافق في الرغبات ما بين عنصري العملية اللي هو اللي بيتم بينهم عملية التبادل، يعني صعب جدا ان انا اكون عايز السلعة اللي في ايدك في نفس الوقت اللي انت عايز فيه نفس السلعة بتاعتي، يعني ده صعب جدا. صعوبة تقييم السلعة بمعناها ان انا لو محتاج السلعة اللي معاك وانت محتاج السلعة اللي معايا عملية المقايضة هتتم، وممكن المقايضة هنا تبقى ظالمة، ممكن يبقى انا معايا سلعة اكبر، يعني معايا خروف وانت معاك دجاجة فرخة، ممكن المقايضة تتم لو انا محتاج الفرخة وانت محتاج الخروف، فالموضوع ظالم يعني. الحاجة الثالثة هي صعوبة التخزين، انت بتتكلم على مجتمعات بدائية وسلع اصلا معظمها سلع غذائية، وبالتالي دي ما لا يمكن الاحتفاظ فيها لفترات طويلة، وبالتالي ممكن تبوظ او تتلف. من هنا ظهر ما يعرف بالنقود. النقود هي كل شيء واي شيء يتمتع بالقبول العام، يعني افراد المجتمع يقبلوا ان هم يتعاملوا به، ويقوم بثلاث وظائف اساسية: مقياس للقيمة، ووسيط في التبادل، ومخزن للقيمة. وسيط في التبادل، مقياس القيمة، ومخزن للقيمة. طيب ده تعريف النقود. النقود مرت بمراحل. في البداية خالص كان في عندي حاجة اسمها النقود السلعية، وكل مجتمع اختار سلعة ليها قيمة عنده بدأ يقيس بيها باقي السلع وبدأ يبيع ويشتري بيها. يعني في مجتمعات مثلا عندها التمر بلح، فبقوا يقيسوا كل السلع بالتمر، الكوبايه دي بخمس تمرات، المعلقه دي بثلاث تمرات، الدجاجه دي بعشر تمرات، البيضه دي بتمرتين كده يعني. مع الوقت بداوا ان يلاقوا ان السلع دي برضو ما لا يمكن الاحتفاظ بيها لفترات طويله، فبداوا يدوروا على حاجه قابله للتخزين لفترات طويله، فظهر ما يعرف بالنقود المعدنيه اللي هي المعادن. بدأ كل مجتمع يختار معدن ليه عنده قيمة، ممكن يبقى ذهب، ممكن يبقى فضة، ممكن يبقى نحاس، ايا كان، وبدأوا يشكلوا المعادن دي على اشكال حلقات او مثلثات او حاجة زي كده، وبدأوا يستخدموها كنوع من انواع العملة زي الكوينز اللي احنا بنستخدمها دلوقتي اللي هو الجنيه الفضة يعني، بس طبعا مش زيه بالظبط يعني. مع الوقت ظهر ما يعرف بالنقود الورقية، ودي بدأت النقود ظهرت نتيجة لتعرض النقود المعدنية للضياع والسرقة. فبدأ كل تاجر عنده كمية كبيرة من النقود المعدنية بدأ يروح يوديها في مكان يحفظها فيه، فبدأ يوديها عند السائق اللي هو بعد كده تحول للبنك، وبدأ ياخد من التاجر ده ايصالات ورقية، ورق يضمن له ان هو شايل عنده الكمية دي من المعادن. يعني انا بروح عند التاجر اقول له والله خد الشوارين الفضة دول واديني ورق ان انا شلت عندك الكلام ده. فبدأ التجار مع الوقت يتعاملوا ما بينهم وبين بعض في عملية البيع والشراء بالإيصالات اللي بياخدوها من التجار اللي هم مخزنين عندهم الذهب والفضة. فبدأت تظهر ما يعرف بالنقود الورقية اللي هي تحولت مع الوقت إلى النقود الورقية اللي هي البنك نوت اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي. اللي هي الجنيه والعشرة جنيه دي كانت بدايتها يعني. بعد كده بدأ يظهر حاجة اسمها النقود الائتمانية، واحنا هنا بنتكلم عن الشيكات. أنا ابتديت يبقى في عندي مؤسسة اقتصادية اسمها البنوك، فبدأ الناس تحط الفلوس بتاعتها في البنوك، وبدأوا ياخدوا دفتر للشيكات، فبدأوا يتعاملوا ما بينهم بعض بالإيه؟ بالشيكات دي اللي هي بتعرف باسم النقود الورقية. يبقى احنا كده إيه؟ قلنا نقود سلعية، بعديها معدنية، بعديها ورقية، ثم النقود الائتمانية اللي هي الشيك. في بقى نوع تاني من النقود موجود دلوقتي وكلكم عارفينه اللي هو النقود الإلكترونية.
وده بينقسم لمجموعة من الكروت زي البطاقة الذكية اللي هي بتثبت عليها شريط مغناطيس دي، واللي هي الحساب بتاعك بيبقى موجود عليها، وفي النقود الرقمية اللي هي شكل نفقات كهرومغناطيسية، ودي على فكرة بتختلف خالص عن وسائل الدفع الإلكترونية اللي احنا بنتعامل بيها بقى، اللي هي بطاقات الائتمان اللي هي الديبت كارد والفيزا كارد والماستر كارد وكده، وبطاقات الخصم الفوري اللي هي ما بتديكش كارد، هي انت بتشتري بيها بطاقه الائتمان اللي هي الكريدت كارد او الماستر كارد دي اللي هي الفيزا، يعني دي دي بتديك قرض وانت هنا ممكن تسدده خلال شهرين او تسدد 10% بس منه يعني. اما بطاقات الخصم الفوري دي اللي انت بتشتري بيها اللي هي اللي بيسموها الفيست المشتريات، ودي انت بتشتري من حسابك مباشره. طيب النقود زي ما قلت لك، في عندك كمان بطاقات الصرف الآلي اللي احنا بنقبض بيها المرتب بتاعنا اللي هي الاي تي ام، وفي عندنا مدفوعة القيمة مقدما زي كارت موبايل الشحن اللي احنا بنشحنه ده. النقود زي ما قلت لك بتقوم بثلاث وظائف: وسيط في التبادل، مقياس القيمة، مخزن للقيمة. وسيط في التبادل انا بشتري باخد السلعة مقابل فلوس. مقياس القيمة اول سؤال بسأله البياع هي بكام. مخزن للقيمة انا ممكن احوش او اخزن الثروة بتاعتي في صورة مبالغ نقدية. طب الكلام ده بيتم خلال ايه؟ بيتم من التعامل من خلال مؤسسات مالية نقدية اللي هي البنوك، والبنوك هي مؤسسات مالية وسيطة تتعامل في الاقراض والاقتراض، بتسلف وبتستلف، بتسلف وبتستلف، بتسلف الناس اللي عندهم عجز في الموارد المالية، وبتستلف من الناس اللي عندهم فائض اللي هي الودائع. طب البنوك انواع، عندي البنوك التجاريه وده بنك بيشتغل في كل حاجه وفي اي حاجه، وده بيتعامل مع القروض قصيره الاجل زي بنك مصر كده والبنك الاهلي. البنوك المتخصصه ودي بتشتغل مع انواع معينه من الانشطه او اصحاب المهن المعينه زي البنك الزراعي والبنك الصناعي. البنوك الاستثماريه ودي بنوك بتجمع الموارد الماليه من مصادر متعدده وبتدخل بيها مشروعات وبتستثمرها، ودي بتدي دايما قروض طويله الاجل، ودي موجوده في انجلترا والولايات المتحده. البنوك الشاملة ودي بنوك لا تتقيد بأي نوع من الأنشطة ولا بتتقيد بأي مكان. في بقى حاجة اسمها ودي مهمة أو ممكن تجيلك في الامتحان على فكرة، اللي هي البنوك الافتراضية أو البنوك الإلكترونية، ودي معظمها بنوك تتعامل عن طريق شبكة الإنترنت، دي مش موجودة على أرض الواقع، دي بنوك افتراضية. في بقى البنك المركزي اللي هو قمة الأجهزة، قمة الجهاز المصرفي، وده اللي بيطبع الفلوس، ده المسؤول عن طبع النقود، وده اللي بيشرف على السياسات او بيشرف على البنوك الايه الثانيه، عشان كده بيسموه بنك البنوك او بنك الحكومه. في عندي حاجه مهمه قوي اسمها البورصه اللي هي بتشتغل في الاسهم والسندات، ولازم هنا تفرق ما بين البورصه تتكون من سوقين: سوق اصدار وسوق تداول. سوق الاصدار اللي انا بحول فيه راس مال الشركه الى اسهم او سندات، انما سوق التداول هو السوق اللي بيتباع فيه الاسهم والسندات للناس اللي عايزه تشتري او الناس اللي عايزه تبيع. طب ايه الفرق ما بين السهم والسند؟ السهم اللي عايز يشتري سهم، السهم هو ورقه بتثبت حصه صاحبها في راس مال الشركه، انا لما بشتري اسهم انا بشارك في راس مال الشركه، وبالتالي طالما بشارك يبقى ليا الحق ان انا اشارك في الاداره، ليا الحق ان انا احصل على الارباح، وبالتالي بتحمل الخسائر. وعلى فكره صاحب السهم ما يقدرش ان هو ياخد قيمه سنداته الا لما يبيعها. طب انما السندات لا، قيمه اسهمه انا اسف، الا لما يبيعها. انما السندات لا، ده ورقه بتثبت مديونيه صاحبها لدى الشركه، يعني انا بسلف الشركه، انا بسلف الشركه فبشتري سندات، وبروح اخد قيمه السندات بتاعتي في الميعاد المتفق عليه، وبمجرد ما اخد قيمة السندات بتاعتي علاقتي بالشركة بتتقطع تماما. لو الشركة فلست صح، أصحاب السندات بياخدوا فلوسهم الأول والباقي يتوزع على أصحاب الإيه؟ السند، الأسهم. أصحاب السندات ما بياخدوش أرباح، أصحاب السندات بياخدوا فايدة ثابتة متفق عليها. طيب ده بالنسبة للفرق بين السهم والسند، وده لازم يجي لنا في الامتحان. على فكرة يا أولاد، مصر إصدار النقود الورقية فيها مر بمجموعة من المراحل، يمكن 1898 كان البنك الأهلي اتأنشئ، وده كان مشروع إنجليزي عشان يطبع أول عملة ورقية في مصر. 1914 لما الحرب العالمية الأولى قامت صدر أمر إن النقود الورقية اللي موجودة في مصر تبقى نقود إلزامية وبنفس قيمة الجنيه الذهب. 1957 بقى البنك الأهلي هو اللي بيقوم بوظيفة البنك المركزي. 1961 تم إنشاء البنك المركزي المصري وأصبح يحل محل البنك الأهلي. طيب
نيجي للموضوع الاخير اللي هو العلاقات الاقتصاديه الدوليه. احنا بنتكلم على علاقات انتقال، سواء كان انتقال افراد، انتقال بضائع، انتقال خدمات. والعلاقات الدوليه بيحكمها مجموعه من الخصائص زي وجود الحدود واختلاف العمله واختلاف اللغات والعادات والتقاليد وارتفاع تكاليف النقل. وده يخليك تتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هي ميزان المدفوعات. وميزان المدفوعات ده هو السجل المحاسبي اللي بتسجل فيه كل المعاملات التجاريه اللي بتتم ما بين المقيمين في الدوله وخارجها، اللي هو بالبلدي كده حركه التصدير وحركه الاستيراد. ميزان المدفوعات قسمين، في عمليات جاريه، احنا بنتكلم على استيراد السلع والخدمات او تصدير السلع والخدمات من الخارج. وده بنقسمه لحاجتين، تجاره منظوره وتجاره غير منظوره. التجاره المنظوره اللي هي السلع والخدمات الماديه، اما التجاره الغير منظوره انا بتكلم على العائدات اللي بتيجي من السياحه او قناه السويس. على فكره الاهم هو التجاره المنظوره، لان ده اللي بيعبر عن اذا كانت الدوله بتنتج ولا ما بتنتجش، وبتبيع ولا ما بتبيعش. طيب في عندي كمان ميزان العمليات الرأسماليه، انا هنا بتكلم عن القروض، وهنا انا بسجل دايما قيمه القروض في خانه الدائن، يعني اللي جايه لي اللي هي ايرادات للدوله. خلاص، على الرغم ان انا من انا فعليا انا مدين، يعني انا مدين، لكن انا بسجلها في خانه الايرادات بحكم انها اتجاهها، يعني هي داخله الى الدوله مش خارجه من الدوله. الفلوس اللي بتتحرك من الدول، في عندي مجموعه من الصور، صور انتقال رؤوس الاموال، عندي قروض خساره الاجل، ودي غالبا بيديها شخص بيصدر بضاعه للناس اللي بتستورد منه يسدد خلال سنه. في قروض متوسطه وطويله الاجل، ودي مرتبطه بالمشروعات الاستثماريه، دي بتقعد من سنه لخمس سنين. في الاستثمار المباشر، وده اهم صور انتقال رؤوس الاموال، فكره ان انا ما بستلفش، انا بجذب راس المال، بجذب رجال الاعمال ان هم يجوا يشتغلوا عندي في البلد ويشغلوا فلوسهم في البلد. هنا صاحب راس المال هو مش مداين، هو مالك للمشروع، يحصل على ارباح لو حقق ارباح، يتحمل خسائر لو حقق خسائر، بيوفر فرصة عمل، وبالتالي بيدفع ضرائب، وبالتالي هو بيكون ليه دور كبير جدا في تنشيط حركة الاقتصاد القومي داخل البلد. في عندي المنح والاستثمارات والمنح والمساعدات الاقتصاديه، ودي ما ظهرتش في العالم الا بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه، ودي مساعدات بتديها الدول الغنيه للدول الفقيره في حاله تعرضها لكارثه او مصيبه لا قدر الله عشان خاطر تخرج منها، زي المساعدات دلوقتي اللي بتقدم لاخواتنا في غزه. طيب ده يخليك تتكلم عن اخر حاجه عندنا النهارده، اللي هي فكره التطور النظام العالمي الجديد والعولمه، فكره ان العالم كله بيحاول يندمج في شكل كيان اقتصادي واحد، مجموعه اندماج الكيانات الاقتصاديه اللي موجوده في كيان اقتصادي واحد على مستوى العالم. وطبعا العولمه الاقتصاديه هنا بتاثر كتير على هيكله العمليه الانتاجيه، وبتاثر على النشاط الاقتصادي اللي موجود، وده مرتبط بالتغيرات الاقتصاديه اللي حصلت، والمواد الخام الجديده اللي ظهرت، وزياده اهميه التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا في العمليه الانتاجيه والهندسه الوراثيه والتكنولوجيا الحيويه، وزياده حركه انتقال رؤوس الاموال. كل ده خلاه يظهر حاله من حالات التطور الكبير قوي في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعرف باسم النظام العالمي. اي دولة في الدنيا يا اولاد عايزة تتطور وتتقدم، لازم تهتم باربع حاجات: العنصر البشري، التعليم والبحث العلمي، دي حاجة. تهتم بتطوير الانتاج بتاعها كما ونوعا، يعني من حيث الكمية والجودة، تحاول تعمل تكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحاول تحصل تكامل، الدول النامية تتكامل مع بعضها وتتكون مجموعة من التكتلات الاقتصادية عشان تقدر تواجه التطور الكبير اللي حاصل في العالم من الناحية الاقتصادية. العالم دلوقتي على فكرة يا أولاد مقسوم إلى مجموعتين، دول الشمال المتطورة المتقدمة، أمريكا الشمالية، أوروبا، شمال آسيا، ومعاهم أستراليا، وفي دول الجنوب اللي هي الدول النامية، الدول الفقيرة اللي تعاني زي دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوسط وجنوب آسيا، باستثناء طبعا النمور الآسيوية اللي هي الصين والصين وماليزيا وتايوان والفلبين دول، ودول جنوب إفريقيا عندنا. لازم تبقى عارف ان في عندي حاجة اسمها مجموعة الدول الصناعية السبعة، اللي هي الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا، ودول تقريبا بيحتكروا تلتين دخل العالم، انما الباقي كلهم ما شاء الله ولا قوة الا بالله بيعاني من حالة الفقر. كده يبقى احنا ادينا التصور او ادينا شرح مبسط سريع لمنهج الاقتصاد للثانويه العامه، يا رب يبقى مفيد ليكم ويساعدكم ان انتم تحققوا اهدافكم، ان انتم تنجحوا في الماده دي عشان تفوقوا وتتفرغوا للمواد اللي انتم هتحتاجوها في المجموع. اتمنى من الله ان انا كنت ضيف خفيف عليكم، نجحت ان انا اساعدكم باي شكل من الاشكال ان انت تلم الماده دي بوقت قليل وفي وقت بسيط. اشوفكم على خير، ربنا يوفقكم. كان معاكم مستر اشرف راضي، معلم خبير ماده الجغرافيا والاقتصاد. السلام عليكم.